حمص جورج الشياح. نحن في صبيحة اليوم 27 من رمضان الذي يلي ليلة القدر والتي دعت فيها جميع الأنام بسقوط الطاغية بشار. شراء محل في الحي محلات السيتي مول التجارية في الحي هي من أكبر المحلات وأهالي الحي يحاولون إطفاء الحريق بما يتوفى بهم من ماء شرب. هاي النار المستعدين. الله أكبر الله أكبر. شو نازل هون أخي؟ شو نازل؟ صاروخ. منين عم يضربوا بالصواريخ لهون؟ من الوعر. من الوعر؟ حسبي الله حسبي الله.